بدي اياك تخبريني شو تعريف السعادة بالنسبة لك. Oh my god, this is very hard. تعريف السعادة بالنسبة لي، شوفي يقولوا السعادة المفروض ما تتعرف كأشخاص، اوكي؟ بس السعادة الحقيقية بحياتي هم كل الناس اللي يهموني، دام انهم جنبي انا بكون سعيدة. والسعادة بأبسط الأشياء اللي هي لما أشوف الله يرزقني أشياء حلوة، هذه تعريف السعادة بالنسبة لي يعني. So simple, so cute. تعريف النضج العاطفي بالنسبة لك. النضج العاطفي، النضج العاطفي بالنسبة لي هو الإنسان اللي انخذل كثير ولكن بعدها، أو تحمل كثير لكن بعدها إذا دخل علاقة جديدة وشاف أن هذه العلاقة راح تأدي بأي شتى من الطرق، يقدر يبتعد عنها بكل هدوء من دون ما يؤدي نفسه او يكمل على قولتهم توكسيك ريليشن شيب. فهنا النضج العاطفي، ان الانسان يعرف خياراته ويعرف انه هو داخل بايش وايش عواقبه. اذا انت صرت واعي وعارف انك تقدر تنسحب بالوقت الصح من دون ما تتاثر عاطفيا، يعني انت نضجت عاطفيا. طيب بدي منك تخبريني تعريف النجاح بالنسبه لك. النجاح هو بالنسبه لي يعني الإنسان الناجح هو الإنسان المؤمن بنفسه، أوكي؟ هذا الشيء الوحيد. يعني أي إنسان أشوفه مؤمن بنفسه وما يهم آراء الناس اللي من برا، مهما الموضوع، عشان يوصل للتاركت حق أخذ سنين، الإيمان بالنفس هو سر النجاح. That's it يعني. تعريف الحب بالنسبة لك. الحب شيء جميل نحتاجه، مهما الناس نكرت انه ما تحتاجه، نحتاجه بكل انواعه، حب العيله وحب الاصحاب وحب الحبيب والزوج وات ايفر. صعب لكن الحب هو سر من اسرار احياء الروح، فالحب ضروري بحياتنا لكن صعب نلاقيه.